على اتفاقي مع حضراتكم ان احنا لن ندخل في مهاترات ولن نسمح لاحد بان ياخذنا بعيدا عن هدفنا الرئيسي اللي هو انجاز التحول المدني الديمقراطي الذي يسمح بالتحاق مصر بعصرها والتخلص من هذا الحاضر البغيض اللي هو امتداد في صورة أسوأ للماضي اللي صار عليه الشعب المصري طلبا للتغيير. أنا حاضر للإجابة على كل سؤال وأي سؤال، ومش هنقول هل تجرؤ أن توجهوا الأسئلة دي لغيرنا ولا لا، إنما هنقول ببساطة شديدة ليس لدينا ما نخفيه. اللقاءات المحدودة اللي عملتها للصحافة هيجد ذلك، ولعلها مناسبة أنه أنا أعبر عن الاحترام الشديد والإعجاب أيضا بالزملاء الصحفيين والإعلاميين اللي بيشتغلوا بشكل مهني ومستقل وبيحاولوا أنهم ينضلوا في هذا المناخ الذي لم يسبق طول التاريخ المصري تقريبا أنه كانت الدولة المصرية تملك هذا المستوى من التردي الصحفي والإعلامي. طبعا المسؤول السلطة اللي بتدير الإعلام الحكومي وشبه الحكومي وبتعاقب أصحاب الأصوات المستقلة. محاولات بائسة من بعض المؤسسات لتكذيب بيانات صدرت عني أو عن الحملة، وهنا أقدر أقول أيضا بوضوح شديد اللي يقدر يلاقي في تاريخي السياسي موقف أو كلمة تناقض الأخرى أو تتغير وتتلون بتغير الظروف والمعطيات يقدمها للناس، لكن لأنه كان في وقائع محددة متعلقة بأنه في بيان صدر بيقول أنه أنا ادعيت بأنه أنا لما رحت أحضر مباراة كرة القدم بين المنتخب الوطني والفريق الأثيوبي ما كانش معايا بطاقة مشجع. طيب، احتراما لحق حضراتكم في المعرفة مش لهؤلاء الذين يروجون التفاهات حتى لو صدرت في صورة بيانات من جهات رسمية، وأنا منعت لأنه في حالة من الرعب من قبل هذه المؤسسات وغيرها من وجودي في الأماكن العامة وبين الناس، وأقدر أدلل على ده بمئات وليس عشرات المناسبات والأحداث المرصودة لدينا والموثقة على مدار الشهور الماضية منذ أعلنت نية الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. نحن لا نريد أن نشغلكم بتفاهات لكنها بتحصل كل يوم. لا يستطيع كائنا من كان من هذه الجهات والهيئات أنه يكذبني وإلا هيبقى في موقف سيء وصعب للأسف، وأنا ما أحبش ليه أنه يكون في هذه المواقف. وطبعا يعني مش منتظر منهم أنهم يطلعوا يدعوا أنها حراسة لأن لا طلبتها ولا محتاج لها، دي أعمال مراقبة سخيفة شاهد عليها كل الناس من جيران وأصدقاء في مكتبي اللي بكلمكم منه وفي بيتي وفي كل مكان بتحرك فيه، شاهدين ومصورين وإحنا كمان موثقين هذه التجاوزات. حد يقول لي هل مقبول أو معقول أنه يتشارك رجال الأمن والناس اللي المفروض أنها تجري وتهرب لما تشوف رجال الأمن في التضييق علينا وفي استهداف أنصارنا والمحيطين بينا في أي مكان بنتحرك فيه؟ طيب إذا في ناس هتطلع تقول إن ده ما بيحصلش، ده مصور صوتا وصورة بأرقام زي ما قلت قبل كده، أرقام العربيات والموتوسيكلات، صور الأشخاص والأحداث، ولو هي حراسة المفروض ان الناس ما تجريش لما نصورهم لان احنا ما بنجريش لما بيكونوا بيصورونا طول الوقت. البيان اللي نشرته بشأن التجسس على تليفوني واللي بدأ يوم 15 سبتمبر 2021 وكانت اخر المحاولات يوم 3 سبتمبر 2023، يعني قرابة سنتين. وطبعا المحاولات دي تكثفت جدا بعد 48 ساعة، أنا رجعت لوطني يوم 11
مايو، والمحاولات دي تكثفت من يوم 13 مايو، والتقرير اللي صادر عن معمل ربما إن لم يكن هو الأهم في العالم فهو من أهم المعامل في العالم، واللي أعده مجانا هننشره، وهننشره بعد ما نحصل على ترجمة ليه، لأنه واحدة يعني من مظاهر الحرية والديمقراطية اللي البعض بيدعيها، إن احنا لا نجد مكتب ترجمة مستعد انه يخاطر ويقدم لنا ترجمة رسمية معتمدة للتقرير. فنبقى عايزين نعمل ده في مكان من اللي هو الوحش اللي بره ده، اللي احنا بنقول انتوا عايزيننا نبقى زي مين ونبقى زي مين، وتدني حتى وجبن من الناس اللي خايفة مننا واللي بتدعي الثقة والتمكن. يمكن يكون لحسن الحظ في هذه الإجراءات المنحطة بعض من الإجابة. أنا ليه بكلم حضراتكم دلوقتي وليه اختاروا ان هم يعاقبوني بصورة أشد وأصعب في اللي حواليا ومعاكونيش؟ يمكن لأنهم بقالهم سنتين بيدوروا لي على هنة، على زلة، على غلطة. مفيش واحد عاقل عارف انهم لو كانوا لقوها كانوا هيصبروا في استخدامها، لو كانوا لقوها كان هيرضعهم اي شيء من قانون او من اخلاق انهم يغتالوني بها معنويا، لان انا بيتي من فولاذ وهؤلاء بيوتهم من زجاج. بيعتمدوا على ناس خايبة وفاشلة لما حاولوا يعملوه، وبسرعة يعني مسحوه لانه لقوا نتيجته مكشوفة ومفضوحة. حتى ده ربنا أكرمنا بناس منتبهة من زمايلنا في الحملة وسجلوه وموجود، وإنه لن يوقفني إلا التخلص مني شخصيا، ومحاولات التخلص مني باغتيالي معنويا غير مجدية، لأنه أنا محصن من الحتة دي. يعني كلام الاحترام والتقدير والامتنان لن يوفيكم حقكم، انه نفس المحافظات اللي يتقبض عليها من الناس تشهد هذه الزيادة في عدد العضوية، انه مسؤول في الحملة في قطاع يتم حبسه فتبادر وتطلب انها تكون مكانه زميلته، هو محامي وهي محامية، انه الناس تأكد بانه اوعى تقف واحنا مكملين ومش هنقول اه، فتبقى طبيعي انه النتيجة تكون انه انا كمان اقول لهم، واذا كانت ايد البطش اسبق الي من الانتخابات فانتوا كمان اوعوا تقفوا، اوعوا تبطلوا تحاولوا تجيبوا بكرة بهذه الطريقة العاقلة والرشيدة. وعلشان كده انا اعلنت انه اصبح عندي 3 ملفات جاهزة للتقديم للانتخابات، واحد في مكتبي وواحد في بيتي وواحد في مكان آمن، وعندي عدد كبير من الزملاء المحامين عندهم توكيلات بالإضافة لشقيقي، علشان حتى لو اللي خايفين منه ده واللي هو ملوش أي سبب بس هو ده سلوك السلطة المتعارف عليه، حتى لو ده حصل اوعوا تقفوا، ده واجب علينا. وأنا فخور بأن أنا واحد من هذا الفريق اللي مش بس ببصله على انه مسؤول عن تقديم بديل في انتخابات رئاسية، انما هو كمان مسؤول عن حاجة اكبر واهم، عن فتح هذا المسار السياسي اللي بتحاول السلطة تغلقه بكل طريقة وتدفعنا في مسار اخر للهلاك. رسالتي الاخيرة للشعب المصري العظيم، شكرا على الكرم، على الدعم، على السند اللي بنشوفه في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ده اللي منتظر من شعب عظيم وكريم، انه لن يتخلى عن مجموعة من بناته وابنائه اللي بيحاولوا يأدوا واجبهم تجاه بلدهم وتجاه شعبهم. شكرا لكم.